مهندس في زمن الكورونا. الكورونا فيروس خطير معروف بالكوفيد 19، بلشت قصته من الصين. هو فيروس وكم واحد مصابين، جاي من أكل الخفافيش والأبصر إيش. والكورونا هالمسكين بنتقل بالعطاس، الحمد لله والسلام ولمس الملايين. معقول هالحكي صحيح؟ من وين رح يجينا؟ وأصلاً السفر عنا شحيح. الكورونا ممكن تكون كذبة، سياسات، أو حكي عشات. والدليل إنه لساتنا صفر حالات. غمض عين وفتح عين وظهرت أول حالة وصارت ترتفع الإصابات، وهيك بلشنا نجهز الملفات. حظر شامل، قانون دفاع وأزمات، وخليك بالبيت ولا تستمع للإشاعات. أوبس، طب أنا مهندس، ويا حسرتي شو رح يصير بالمهندسين. بكفي اللي معمول فينا، ومع كورونا رح نرجع نتمرمط سنين. ويا عيني مع أمر الدفاع الجديد، يا بقبل بتخفيض الرواتب، يا رح أخسر وظيفتي وأصفي على الحديد. ومع التخفيض لا ننسى إجراءات السلامة، عقم شوف حرارتك وإلبس كفوف وكمامة. إذا ما نفع كل هذا رح أرجع أدور على شغل من أول وجديد. يا حبيبي على التدوير، وزع سبي، لفلف على الشركات، أو سافر بعيد. ليش في سفر؟ كورونا ما خلت بلد إلا وزارتها، ومنها ما في مفر. أفضل حل أطور من حالي، أفتح مشروعي الخاص أو مشروعي الريادي، وأخذ دورات من مجال شغلي أو أي مجال ثاني. وما ننسى مجال الطاقة المتجددة ومجال البيئة، واسعين الانتشار، فرصة نستثمر فيهم ونبني مشروعنا الخاص. وهاي أفضل الحلول يا مهندسين، لنعدي أزمة كورونا ونحن مرتاحين. حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء، ودمتم بخير.